دلوقتي تعالوا نتابع لقاء أجري مع الدكتور عمرو الورداني، أمين عام الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي في دار الإفتاء المصرية، وده على هامش جلسات الحوار الوطني. مسألة العنف الأسري هي مسألة في الحقيقة تتعارض مع مقاصد الشريعة الخمسة، لأن في الحقيقة الناس متصورة أن العنف الأسري هو مشكلته بس في العنف الجسدي، لكن لا، ده في أنواع من العنف الجديدة التي هي في الحقيقة تدمر نفسية الشخص وتؤذيه. يعني مثلا عندما نتكلم عن أن من مقاصد الشريعة المقصد الأول هو مقصد حفظ النفس، الناس تتصور مقصد حفظ النفس هو مقصد حفظ الحياة، لكن احنا مقصد حفظ النفس يشمل النفس ومسألة القضايا التي تتعلق بالقضايا النفسية. فكل ما يتعلق بالقضايا النفسية هو داخل في مسألة أني قد يصبح الإنسان ميتا وفي حال الحياة، ولذلك من أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا. فإحنا لابد أن احنا نسعى إلى الحفاظ على نفسية الطفل ونفسية الأسرة من أي نوع من أنواع التعنيف. وعشان كده أول شيء لابد أن احنا نشير إليه أن العنف الأسري يتعارض مع المقاصد الخمسة من مقاصد الشريعة، اللي هو حفظ النفس وحفظ العقل وحفظ الدين وحفظ العرض وحفظ المال. يعني مثلا على سبيل المثال، من الحاجات اللي احنا نتغافل عنها، احنا طبعا مهتمين بالعنف الجسدي، مهتمين بالعنف اللفظي، كمان ممكن نتكلم عن العنف الجنسي، ممكن كمان نتكلم عن العنف، لكن في نوع من انواع العنف مهم جدا جدا وهو العنف الاقتصادي. العنف الاقتصادي ان هو واحد يمارس العنف مع امراه بان يمنع حقها في النفقه او يمنع حقها في الانفاق او يمنع الاولاد عن حقهم من الانفاق عليهم، سواء داخل الحياه الزوجيه او فيما بعد. ده اسمه عنف. عندي ده داخل في مفهوم العنف. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ينفق ذو سعه من سعته فاصبحت النفقه واجبه. فالامتناع عن النفقه شكل من اشكال العنف لابد ان احنا نؤكد عليه. فهناك انواع من العنف احنا نغفل عنها وهي انواع من العنف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في شيء الا زنا وما نزع من شيء الا شانه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره العنف بكل اشكاله، حتى انه لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم انه اشتد حتى على جماد. اذا فالعنف هو من أسوأ المواقف التي ممكن ان نتعرض اليها الانسان، لاننا لا نضمن تبعات هذا الامر على نفسيه الشخص المعنف. ولذلك انا دائما اقول ان العنف في الحقيقه هو اكبر اداه لتشويه النفس المجتمعيه. اكبر اداه لتشويه النفس المجتمعيه هو العنف، لانه في الحقيقه كيفيه التفادي في الاختيار منذ البدايه. طبعا عندما يريد الشاب او الشابه ان يرتبط او يكون اسره، ماذا عليه ان يفعل؟ في الحقيقه احنا لابد ان احنا نقول ان احنا احسنت الدوله المصريه عندما جعلت هناك ما يسمى بالاختبار الصحي قبل الحصول على الشهاده الصحيه قبل مساله الزواج، لكن احنا كمان عندنا امور لابد ان نتعلق بها. احنا عندنا في دار الافتاء المصريه برنامج لتاهيل المقبلين على الزواج. لابد ان برامج التاهيل المقبلين على الزواج في الجزء الذي يتعلق بمفاهيم اساسيه لابد ان تكون الزاميه. يعني في جزء لابد ان احنا نضمن، احنا لن نستطيع ان احنا في الحقيقه نقوم بشكل كبير جدا جدا بالاختبارات النفسيه لكل هذه النسب الكبيره من الزواج، هيبقى صعب جدا جدا، لكن نستطيع بشكل واضح ان احنا نجعل اجزاء او نجعل برامج التاهيل المقبلين على الزواج برامج الزاميه، ويكون الجزء الذي يتعلق بالامتناع ومكافحه والاتزان النفسي جزء اساسي في هذه البرامج. يعني اختبارات نفسيه رقم واحد طبعا بلا شك، لان في بعض الاحيان في بتبقى منذرات، ولابد ان انا مثلا انا مهنتي اللي انا بعمل بيه الان ان انا مدير مركز الارشاد الزواجي بدار الافتاء المصريه. يعني انا وبكلم حضرتك انا جاي دلوقتي من حاله كان فيها عنف اسري. اللي حصل ببساطه خالص ان التعنيف لابد بيكون ليه منذرات قبل الزواج. يعني الشخص اذا كان بيحاول يعزل خطيبته عن اسرتها ده منذر بانه سيمارس العنف. يعني في مؤشرات طبعا بلا شك بتظهر من البدايه ويجب التوقف عندها. طبعا بلا شك، واحنا لابد ان احنا ننبه على ده. يعني ننبه على ان فكره عزل الزوج او الزوجه عن اسرته في بعض الاحيان وطلب ده وممارسته هذا منذر من انذارات العنف، لانه في الحقيقه هو سيعزلها ثم بعد ذلك يقوم يمارس العنف معها. وبيحصل كتير جدا عندما تقول طيب كثير من المعاناة. حتى تسير الحياة بشكل آمن، هل بتنصح بنوع من الإرشاد الدائم للزوجين؟
طوال فترة الحياة فيما بينهما؟ أنا في الحياة عندي يعني الإرشاد عندي متنوع. احنا لابد كمنهج حياة. طبعا أنا عندي الإرشاد وعندي التأهيل لابد أن يكون بشكل دوري، يعني لابد أن الزوجين يحصلوا على تأهيل ما قبل الزواج ثم يحصلوا على تأهيل بعد من ثلاثة أو سنة خمسة زواج، ثم بعد كده يحصلوا على تأهيل بعد 7 إلى 10 سنوات زواج، وبعد كده بعد من 10 إلى 15 سنة زواج لازم يحصل لهم تأهيل، لأن في كل مرحلة من المراحل اللي أنا اتكلمت عنها دي بيتغير في أشياء، بتتغير نفسيا وأشياء بتتغير مجتمعيا وأشياء بتتغير اقتصاديا في أحوال الأسرة، فلابد يحصل تأهيل. لكن الأهم من ده بقى اللي عندي هو تأهيل العائلة، تأهيل الوالدين، لأن في الحقيقة قد يكون في بعض الأحيان تدخل الوالدين بشكل كبير جدا جدا بيسبب العنف الأسري، لأن يعني النصائح أنا بسميها النصائح المتوحشة، النصائح المتوحشة من العائلة قد تؤدي إلى ممارسة العنف الأسري في داخل الأسرة، فلابد يكون كمان هناك تأهيل للعائلة. نعم، رأي الدين في الرؤية، رأي الدين في الوصاية، رأي الدين في إذا ما وقع لا قدر الله الطلاق كيف يكون التعامل احنا عندنا فيما بين الزوجين المنفصلين والتعامل مع الأطفال؟ احنا عندنا الأصل ان الزواج كله سواء في بقاء الزواج او حتى في انهاء الزواج قائم على القيم، قائم على القيم الأساسية، فيمساكم بمعروف او تسريحهم بإحسان، فلا بد ان يكون هناك ما يسمى بالإحسان، هناك قيم حاكمة لمسألة الطلاق، ونحن هناك ما يسمى، هناك من كان ينادي بالطلاق الآمن، انا انادي بالطلاق الرحيم، لابد أن يكون هناك ما يسمى بالطلاق الرحيم. الطلاق الرحيم لماذا؟ لأن حتى في حالة الطلاق بيبقى أشياء كثيرة جدا بعد الطلاق، وعندنا ظاهرة في غاية السوء بدأت تظهر وهي طلاق الأطفال، إن لما يطلق الزوج يطلق مش بيضرب الزوجة كمان بيطلق الأطفال، فإحنا لابد أن احنا نلتزم مبادئ وقيم تتعلق بالرحمة والخير والجمال حتى في مسائل الطلاق، ونلتزم في ده، لأن إذا لم نلتزم بده سيتحول في الحقيقة الزواج في الحقيقة سيتحول إلى وصمات كثيرة جدا جدا، كما أن الطلاق قد تحول إلى وصمات.